هاي يا بنات، كل سنة وانتم طيبين. فيديو النهاردة هتكلم فيه عن حاجة أنا كنت شفتها كذا مرة، كان طالع ترند الفترة اللي فاتت على اليوتيوب، اللي هو بتكلم عن أفضل 3 حاجات من كل كاتيجوري. أنا كنت وعدتكم إن أنا كنت هعمل 5 براند أفضل 5 حاجات فيهم، بس لقيت إن اللي أنا هتكلم فيها دي أحلى، يعني الترند دي أحلى. فإيه رأيكم إن احنا نبدأ نتكلم عن أفضل 3 حاجات من كل كاتيجوري؟ هتكلم اول حاجة عن اللوز باودر. اللوز باودر بالنسبة لي يعني اوكي، ممكن استخدمه على وشي كله، بس انا دايما بركز على الالوان اللي تنفع لتحت عينيا، لان انا بحب جدا احط تحت عينيا. اوكي، في من السوليد او اللي هي بتبقى يعني اللي هي سوليد بتبقى حلوة زي بتاعت شارلوت تلبري، انا بحبها بصراحة لانها خفيفة ومش بتعمل لاينز ولا بتكلكع تحت العينين، بس اللوز باودر انا بفضلها اكتر، يعني احلى. فافضل 3 لوز باودر هبدأ بدراج ستور اللي هي من ميبيلين، فيت مي حلوة جدا 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 جدا. انا ما شفتش يعني اوكي الهاي اند في منهم حلوين، بس برضو برجع لدي واقول يا ربي بجد ازاي حلوة كده، حلوه جدا جدا. هي خساره ان احنا لازم نطلبها بس اونلاين، انا مش عارفه ليه احنا مش موجوده عندنا في الستاند العادي اللي موجود في اي حته، يعني للاسف لازم نطلبها اونلاين. انا بستخدم شيد 20 لان شيد 10 و15 افتح بكتير من الدرجه اللي انا ممكن احطها تحت عينيا، يعني فاتحه. 20 حلوه جدا ومناسبه جدا للبنات اللي هي الشيد بتاعها قريب من الشيد بتاعي، واللي افتح مني شويه ممكن بقى هي تستخدمها على وشها كله لو هي عايزه تغمق سنه. تاني لوز باودر اللي هي كانت من لورا ميرسيه اللي هي هاني، زي ما قلت لكم الترانسلوسنت انا ما حبيتهاش، لكن هاني بحبها جدا جدا، وجبت واحده تانية كمان باك اب. The best of the best جميلة جدا جدا جدا، والحمد لله ان هي ما بقتش حاجة هيوقفوا انتاجيتها، يعني انتاجها هيطلعوا بالعكس، طلعوا منها شيء تاني غامق. وكل مرة اقول ان انا هروح اجيبه وما بجيبوش اللي هو الشيد الاغمق، بس ان شاء الله ان شاء الله بدون مقاطعة هروح اجيب الشيد الاغمق. بيتش بيرفكت احلى لوز باودر بجد، يعني بتخبي كل المسام اللي مضايقاكي واللي مش مضايقاكي بجد حلوه جدا جدا، وانا بجد يعني دي الوحيده اللي اقول بودره شفافه ترانسلوسنت حلوه جدا يا بنات، وبجد بنصح بيها كل البنات اللي هي ما بتحبش تحط لون اصفر، او في ترانسلوسنت على فكره فيها لون شويه بس دي شفافه خالص، فحلوه قوي 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 لكل الوان البشره الفاتحه والغامقه. حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لي ان لازم اعملها قبل اي حاجة وبعد كريم من تحت العينين، كوريكتور انا ما ينفعش احط كونسيلر بس. اوكي، في كونسيلرز حلوة جدا وتغطيتها عالية، بس مع الوقت انا ما عنديش الثقة الكافية ان انا بالذات لو انا خارجة بالليل او هاخد صور ان انا احط كونسيلر، بس لازم كوريكتور. احلى كوريكتورز جبتها وما ما بجيبش غيرها، بمعنى اصح هي جربت كذا حاجه والدول اللي انا على طول مستمره معاهم، رقم 40 من ميك اب فور ايفر ار 40، ده لازم لونه على سينامون حلو جدا وبيفرد على تحت العينين بطريقه، بيتفرد بطريقه حلوه جدا جدا، يعني مش بينشف. من بيكا انا جايبه لونين زي ما انتم عارفين، البينك والبيج، وطبعا بوبي براون حبيب الشعب ده، يعني انا جايبه منه درجات كتير جدا بس دايما بكررهم بيتش ودارك بيتش دايما بجيبه، ومتهيألي اكيد في بنات كتير زيي. انا ساعات كتير بستخدم على اصفر لما بحب اعمل تاتش فوق السالمون، بس عامه دايما الدرجات اللي بستخدمها كلها رايحه على بيتش. معلش المره دي مش هينفع 3، معلش تحملوني هنخليهم 4 معلش. احلى فاونديشنز استخدمتها الفتره اللي فاتت دي كلها، اللي هي مثلا نتكلم على اخر 6 شهور، انتوا عارفين انا بحب الفول كفر اوكي، بس هتكلم عن حاجه خفيفه اللي هو ديور ده بجد يعقد حلو جدا. فول كفر ات كوزماتكس وسماش بوكس يجننوا في التصوير، خارجه بالليل، في الساعات وانا مثلا هعمل فيديوهات، احلى 2 بيطلعوا في التصوير، بالذات في التصوير حلوين جدا. ولو انت خارجه بالليل طبعا وعايزه حاجه فول كفر ويكون الميك اب بتاعك منور كده، الاثنين دول حلوين جدا جدا. اللي حلو جدا معلش اللي هو الرابع اللي انا هضطر اتكلم عنه ده باودر،
هو فاونديشن يعني ميك اب فور ايفر، ما ينفعش ما نجيبش سيرته لان هو فعلا يستاهل ان الواحد يتكلم عنه صيف شتاء. ممتاز ممتاز، بيخلي بشرتك زي القطيفه، حلوه قوي 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 يا بنات. والشيتس فيه كتير، واحلى حاجه فيه ان الشيتس بتاعته فيه من اول اليالو والجولد والورم، الحاجات اللي هي على برونز قصدي. ممكن تستخدميه برونزر لو انت عايزه هاتي درجه غامقه، وفيه طبعا اللي على بينك. ممتاز. اكتر برونزرز كنت بستخدمها الفتره اللي فاتت كانت هولا كارميل، حلو قوي الشيت بتاعه، قوي جميل يعني. انا بستخدم القديم بس كمان الكراميل احلى شويه لان لونه مختلف وبيبقى ساعات كده بيدي اللوك ناتشرال اكتر. وده قديم، انا كنت اتكلمت عنه قبل كده، ده قديم بس قد ايه الشيت بتاعه حلو وبيدي ريفلكت حلو يعني، ما اعرفش بيتوزع بطريقه حلوه قوي ولونه جميل بصراحه. مش عارفه لسه شويه الاقيه في اي براند تاني. وده من شارلوت تيلبري، دي كانت المفروض ان هي باليتا معاها، هو انا بستخدمه على انه بلاش بصراحه، بس هو المفروض ان هو هايلايت شويه، بس انا بستخدمه على انه بلاش لانه شويه اورنج. والدرجه دي من البرونزر تحفه، حلوه جدا، فيها لمعه شويه بس حلوه قوي قوي قوي، بتعمل كله على بعضه اللوك كده يجنن يعني. ممكن احط برونز مثلا من كراميل واحط كل حاجه وبعدين اعمل تاتش اخير من شارلوت تيلبري، دي بتدي شكل يجنن يجنن، حلوه جدا بصراحه. و يعني بجد حلو فيها ان هي اتنين في واحد، واسعارها متهيألي مناسبه لو انت هتجيبي اتنين حاجتين مع بعض في باليتا كده زي دي. لو هتكلم عن الليب لاينر، اكتر براند اكتشفت ان هو حلو جدا وفي الوان كتير من سيفورا. سيفورا بينزل حاجات حلوه جدا من الليب لاينرز بتاعته بصراحه، وصفت جدا. انا ساعات بستخدمه از ليبستيك من يعني انا حاطه ده على فكره، سيفورا ليبستيك ليب لاينر هو ده، تخيلوا شوفوا شكله حلو ازاي. انا حاطه عليه جلوس بس هو بستخدمه ليبستيك يجنن، طري جدا جدا. كمان بحب من ماك، عندي كتير قوي من ماك لان كل الشيدز اللي انت بتتخيليها برضو موجوده عندهم. وكيكو، كيكو كمان طري جدا جدا جدا، الليب لاينر بتاعه حلو قوي بصراحه والشيدز بتاعته حلوه. فاكتر ثلاثه حاجه يعني اكتر ثلاثه براند بحبهم من الليب لاينرز، كيكو سيفورا وماك. البلاشز انا مش من هواة البلاشز قوي يعني، ما بجيبش كتير، بس دايما بتصادف ان انا بجيب من شانيل، دايما بتصادف ان انا بجيب من ماك او من ماك الاتنين من ماك، بس قصدي دول اكتر درجات ممكن استخدمها، اللي هي درجات اللي على بني او الدرجات اللي هي على بينك شويه، وده اعتقد بيتش شويه كده يعني، يعني لونه فاتح كده حلو للصيف. فماك وشانيل اكتر اتنين بجيب من عندهم بصراحه. الليبستكس بجيب دايما من ماك، انا مجنونه بجيب كتير جدا من ماك، انا عندي كتير جدا من ماك ليبستيك. وديور بجيب كتير جدا، بالذات اللاين ده يعني بجيب كتير ديور، اللي هو في عندهم كذا لاين بس ده بالذات بيرطب الشفايف بطريقه بيطلع اللوك بتاعه اصلا على الشفايف حلو جدا جدا جدا، وتفر بقى الدرجه غامقه او فاتحه بجد حلو. فانا بحب جدا ديور وكمان ارموني، واتيفر بقى شكل الارموني ايه، اللي هو بيبقى اللبستك العادي او اللي هو اللي بيبقى فيه شويه ترطيب اعلى، اللي هم ما اعرفش كانوا طلعوا اخر فتره كلها اللي هي فيها شويه زي ما انا كنت قلت لكم عنها، الترطيب فيها اعلى شويه وشويه خفيفه مش تقيله قوي، بس ده بيبقى دايما اتقل. بس ارموني كمان لبستكس بتاعته كلها حلوه، فانا دايما تلاقيني جايبه ديور او ارماني او ماك اكتر براند بشتري من عندهم بصراحه. الماسكارا انا بجيب كتير قوي ماسكارات، بالذات ماسكارات ماسكارا بالذات من دراج ستور، لان اكتشفت ان هي ما تفرقش كتير عن الهاي اند، بالعكس بتدي اللي انا عايزاه بالظبط، سواء فوليوم او تيكنس او واتيفر بقى، بجد حلوه الحاجات اللي هي بتنزل من الدراج ستور. بس في حاجات انا هتكلم عنها دي برضو يعني، انا بجانب الدراج ستور ده لازم يكون عندي ماسكارا من البراند ده يعني، نارس لازم تلاقيني اجيب من عنده حتى وانا بكرههم، بس تلاقيني برضو بجيب كل ما ينزلوا حاجة اروح اجيبها برضو. احلى ماسكارا نزلتها ماك، مع اني سمعت في واحدة تانية نزلت حلوة هتأكد منها واقول لكم، بس دي احلى واحدة. البراند ده انا ما شفتش حد اتكلم عنه يعني، يا جمالها بجد تجنن، اسود مش طبيعي بجد، وبتخلي الرموش شكلها حلو قوي قوي قوي. انا مش عارفه ليه ما فيش حد كان بيتكلم عن البراند ده،
اعتقد انه برضه لازم نجيبه اونلاين. اسمه EST 1999، حلوة جدا 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 جدا. اخر حاجة هتكلم عنها الم الحواجب. انا قعدت فترة بستخدم بنفيت لغاية ما بدأت بعد كده اكتشف ان في دراج ستور بينزل لمل الحواجب رفيعة جدا وطرية جدا نفس جودة بنفيت. ليه ادفع المبلغ ده كله وانا ممكن اجيب بسعره 2 مثلا من الدراج ستور؟ طبعا دي حاجة ترجع لك انت حرة طبعا، بس انا بتكلم بجد اللي هو حلو قوي يعني، وبيديني نفس ودرجات، مش مثلا ممكن تلاقي ده من اوت الدرجات، حلو جدا جدا. اكتر حاجة بعشقها كنت ميبلين، بس من بعد ما جربت لوريال، ميبلين معايا اهو كنت هتكلم عنه، بس لوريال يكسب، يجنن 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 قوي. لوريال تحفة، ميبلين تحفة، وماكس فاكتور كويس يعني، مش هقول ان هو سيء، بس في درجات برضو غامقة وحلو وطري. بس اكتر اتنين بحبهم ميبلين ولوريال، وماكس فاكتور برضو كويس جدا، رفيع والوانه غامقه للبنات اللي شعرها غامق، وفي شيدز كتير، بس الثلاثه دول اكتر حاجه انا جربتها، ما بتقطعش شعر الحواجب وفعلا بتدي يعني بترسم معايا بطريقه سوفت من غير ما يتكسر، من غير ما افتحه واجي بعد مثلا اسبوع الاقيه بقى انا ناشف لا 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 خالص، حلو جدا جدا، الثلاثه احلى من بعض. وبكده يا بنات اكون خلصت الفيديو بتاع النهارده، وان شاء الله هعمل فيديو تاني مفروض انه يبقى في خلال الاسبوع ده، برضه هحاول ان انا انزل حاجة الاسبوع ده، واشوفكوا الفيديو كده، باي.